شكت إلى رسول الله ضعفها وتحتاج إلى شيء يعينها، عندها مسؤولية بيت وعندها مسؤولية زوج وعندها مسؤولية عائلة. قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أعطيك خير الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى يا رسول الله. فأعطاها 34 تكبيرة و33 تحميدة و33 تسبيحة، فصارت الزهراء تواظب على هذا العمل حتى عرف بتسبيح فاطمة. لكن بما أن هذا التسبيح ارتبط بالزهراء عليها السلام، تعال اقرأ الروايات ما ورد عن إمامنا الصادق: لا تكاد تقبل الصلاة إلا بتسبيح أمنا فاطمة، لا تكاد تقبل الصلاة لأهمية هذا التسبيح. احنا صلاتنا شنو صلاتنا؟ يعني بالبركة الله سبحانه وتعالى يقبلها، ولا لو يريد الله يحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة هاي صلاتنا ما تقدمنا خطوة، عدل يولا؟ فعلى الأقل نجبرها بالتسبيح. وأكو بعضنا إذا إجي يسبح تسبيح الزهراء بس أصابعه تتحرك، شنو يقول ما تدري. مو المقصود بهذا التسبيح أنك تعتبره عادة، مثل ما تتأنى في الصلاة يكون تتأنى في التسبيح حتى يعمل عمل. تعال اقرأ آثار تسبيح الزهراء عند النوم. ورد في الرواية أن تسبيح الزهراء يورث الأمان، يعني الله يعطيك ضمان إذا سبحت قبل نومك أنك تفيق، ما تموت في نومك، لأنه ارتبط بالزهراء عليها السلام. شوف ايش قد إلى فوائد جمة عظيمة. من النساء ارتبط بها شيء مثل تسبيح الزهراء أو ما شابه؟